أهلا بكم من جديد. انتفضت ساحات شباب الثورة وجسدت وحدة تلازم الموقف الثوري في مظاهر تضامنها مع ما يحدث لأبناء تعز. هكذا خرج شباب الثورة في العديد من المحافظات صنعاء وشبوة والحديدة والضالع وذمار وغيرها. مسيرات شباب الثورة يستعرضها محمد النقيب في التقرير التالي. إضافة إلى دأبهم التصعيدي الحالم بالتغيير وبناء يمن جديد خاليا من أخطاء ماضيهم، حتى من تلك الصفات الثورية التي لا يزال يغلب عليها المخزون السلطوي، التغيير بشفافية ثورية مستقبلية يقولون إنها الصواب الضروري الذي يمكنهم من أن يكونوا شعبا لا يستخف به الظالم النهم. تبدو الدماء الطرية التي تراق وهي تنشر مشروعها المدني القادم حسب قول الشباب من صميم الغلبة الشعبية، عملية إرواء لتثويرهم الحيوي. هنا في العاصمة صنعاء وفداء للحالمة تعز لدمها المسفوك كل يوم وحتى في يوم عيد، يخرج هذا الاتساع الثوري الغاضب والمطالب بمحاكمة دولية لتلك المنظومة التي تسافر بآلة القتل والقصف حد قولهم بين عاصمة البلاد السياسية والثقافية وإمعانها في الأخيرة أيما إمعان دموي جريء، حيث أحرقت الساحة منذ قبل وتلاها قصف المدينة، قتلوا عزيزة كما قتلوا زينب وأمل وسمية والكثير من الأطفال والشباب. تعز الآن تمر بمراحل صعبة، تقصف إلا أن المجتمع الدولي لا يتحرك. عندما تقصف مثلا صنعاء وتحصل أحداث في صنعاء مثل ما تحصل الأحداث الآن في الحصبة وصوفان، نجد أن المجتمع الإقليمي يتحرك ممثلا بمجلس التعاون الخليجي، وتعز الآن تقصف، بل حتى النساء الآن يعني تقتل في الشوارع وهن يصلين في المصليات، إلا أننا نجد المجتمع يعني لا يقوم بدوره. كلما اشتد إيلام الحالمة تعز تداعت سائر المحافظات غضبا وثورة، وعلى ضوء معادلة التضامن المتبادل بين مختلف الساحات، في اليوم الثالث على التوالي تسافر ساحة التغيير بصنعاء في مسيرتها الحاشدة إلى مطلبين: رفض الضمانات والمطالبة بالمحاكمة والقصاص في محكمة دولية. بالنسبة للجمال بن عمر ورحلاته إلى اليمن، رحلات المكوكية إلى اليمن، نحن كشباب ساحة التغيير لا نقتنع بهذه الرحلات، لأنه جاء بمبادرة خليجية لا ترضي جميع القوى داخل اليمن ولا ترضي حتى جزء بسيط من أهداف الثورة اليمنية ومن أهداف شباب ساحة التغيير الذين خرجوا من أجل إسقاط النظام كامل. هتافات الشباب متعددة بين رفض المبادرات والضمانات وإدانة الموقف الدولي، بين من يزرع رايات الثورة عاليا ومن يرش السواد الأعظم بماء المناصرة والتأييد. الحرائر في قلب المسيرة أيضا كالأطفال وثوار يتوكؤون سنوات المشيب. اليوم في المسيرة التصعيدية نطالب في المجتمع الدولي بتجميد أرصدة علي عبد الله صالح التي إذا أفلت بها ستكون مصدر قلق وخطر وزعزع أمن واستقرار اليمن، وبالتالي السلم والأمن الدوليين. هذا أولا. ثانيا نطالب المجتمع الدولي والمجلس الوطني وجميع قوى الثورة بأن تطالب المجتمع الدولي بإعلان مدينة تعز مدينة منكوبة. المسيرة جسدت هدنة جديدة بين الشباب ومن ينظرون إليهم شزرا، ربما لأن العاصمة صنعاء في حضرة مبعوث دولي ودبلوماسية دولية مستمرة. أنسنت آلة القمع والعنف حقا، وكأن الحالمة تعز أشد حاجة إلى هذا المسكن الدولي، مبعوثين ودبلوماسيين، حتى تعيش يوما أو بعض يوم دون قصف وحتى لا تتحول إلى مدينة من الأطلال. محافظة شبوة أيضا وهي الحاضرة في مقدمة الفعل الثوري الشبابي على مستوى الساحات والتصعيد الجماهيري، خرجت ساحتها التي شهدت تدافعا ثوريا من حاضرة المدينة وريفها وباديتها بمسيرة حاشدة عبر فيها شباب الثورة عن تضامنهم مع أبناء تعز واستنكارهم لما تعرضت له الحالمة من قصف أراق دماء أبنائها في ظل صمت إقليمي ودولي، مؤكدين رفضهم لأي ضمانات تمنح السلطة إكسير الحياة دون محاكمة. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم.